ازيك يا علي؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ جاي امتى؟ انا جاي قريب ان شاء الله. لو طالت المسافات وبعدتنا الايام، ما بينا الف حاجه تبين الاهتمام. من قال ان التلاقي له او سلام بالايد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده مفيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليك. ودي سنة الحياة،